اليوم يعني شوف، احنا عندما كانت هناك صراحه احاديث عن التلاعب بالموازنه داخل قمه البرلمان، يعني كانت هناك ربما رفض وايضا يعني توجيه من قبل رئيس البرلمان بالوكاله سيد محسن مندلاوي بعدم تناول هذا الموضوع، والا سوف يرفع شكوى الى القضاء العراقي يعني من قبل نائب او من قبل اعلام. لذلك يعني لا نعلم صراحه ماذا يدور خلف الكواليس صراحه. لذلك الكثير من القضايا التي والتشكيك طبعا التي بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، هذه القضايا بالتاكيد ربما تتسم بشيء مقابل شيء آخر، يعني هناك مضادات، هناك ربما مساومات. لذلك عندما نتحدث عن مجمل هذه القضايا صراحة، هناك قضاء عراقي يجب البت بهذه القضايا، وإلا إذا رفع القضاء العراقي يده عن كل هذه يعني الأزمات وكل هذه الأزمات الخطيرة، نقول بأنه صراحة الوضع لا يحتمل بقاء العملية السياسية كما هي، خصوصا في ظل المخاطر الاقتصادية الراهنة.